السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بالصف السادس ان شاء الله. النهاردة اولاد هناخد الاسماء الخمسة الجزء الثاني. كنا تعرفنا مع بعض في الجزء الاولاني على الاسماء الخمسة: اب، اخ، حم، فو، زو. وعرفنا ان لما نشوفها في الامتحان لازم نطبق على كل واحدة منهم شرطين: فو نطبق عليها ثلاثة، وزو نطبق عليها ثلاثة. الشرطين: ان تكون مفردة، يعني لا تسنى ولا تجمع. المسنى والجمع بتعربوا اعراب المسنى والجمع. اما لو هي مفرد وكانت مضافة هتعرف إعراب الأسماء الخمسة. تكون مضافة يعني جاي بعدها مضاف إليه. لو الشرطين دول اتطبقوا عليها هتبقى مرفوعة بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، يعني العلامات هتتغير اسمها علامات بالإيه؟ بالحروف. النهاردة بقى إن شاء الله هناخد الأمثلة والنماذج العربية ونشوف الأسئلة اللي ممكن تيجي عليها عاملة إزاي. أول سؤال مثلا يا ولاد، طبعا لو كانت فو تكون خالية من الين، يعني كلمة فم ما تنفعش. لو زو تكون بمعنى صاحب. نقط ذو أدب، هو مين ده اللي ذو ادب وهو عايز يكمل باسم الاسماء الخمسه؟ فانت بتفكر اربع افكار. ممكن نقول كلمه اب، اخ، حم، فو. طيب ايه اللي مناسب هنا لكلمه ذو ادب؟ ممكن اقول اب، اخ، حم، الثلاثه دول هم اصحاب ادب، صح كده؟ فما هقولها ازاي بقى؟ طالما هي مبتدا لازم اجيبها بالواو، صح ولا غلط؟ ولازم احط فيها ضمير او اجيب فيها مضاف اليه. فممكن اقول مثلا ايه؟ ابو بكر ذو ادب. وممكن اقول مثلا ايه؟ ابوك ذو ادب، اخوك ذو ادب، حموك ذو ادب. المهم اجيب فيها ايه يا اولاد؟ واو. فانا هكتب كلمه ابوك اهي. طب ليه جبناها ابوك بالواو؟ لانها مبتدا، لانها يا اولاد مبتدا، صح كده؟ تعال نعربها على طول. لو تحتيها خط وعايز اعربها، قبل ما اعرب لازم احدد نوع الجمله. جمله اسميه، اول كلمه في الجمله الاسميه اهي مبتدا مرفوع وعلامة رفعه، ها؟ مش دي من الأسماء الخمسة؟ طبق عليها شرطين: مفردة ومضافة للكاف، أي ضمير في الاسم مضاف إليه، يبقى وعلامة رفعه إيه بقى؟ الواو، لأنه من الأسماء الخمسة. بين قوسين بنكتب مضاف لأن اللي بعدها مضاف إليه، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، يبقى أي اسم من الأسماء الخمسة هلاقي فيه واو هيبقى هو مرفوع بالواو والكلمة اللي وراه مضاف إليه أو الضمير اللي فيه مضاف إليه. سهلة؟ ناخد كمان مثال. اخوك، وبيقول لي كمل باسم الاسماء الخمسه. ما ينفعش مثلا اقول اخوك ابوك، مش هتنفع، او حموك، صح كده؟ ممكن اقول فوكا، مش جايه برضه، صح كده؟ فانا عايز اقول اخوك ده واوصفه او اجيب له خبر، فانا اقول مثلا اخوك ماله ذو ادب. طب ليه جبتها بالواو؟ نفس الكلام يا اولاد، عشان هي خبر والخبر مرفوع، صح كده؟ بعد المبتدا نقرا الكلمتين، ليه؟ عشان نجيب الخبر. اخوك ذو ادب. طب ليه قرنا ثلاثه؟ لان ذو لازم يجي وراها اسم، ذو ما تجيش لوحدها. فهمنا بكم كلمه؟ كلمتين، الاولى اسم ما فيهاش ضمير، يعني ذو دي ما فيهاش ضمير وهي ما بيجيش فيها ضمير، لازم يجي وراها اسم، يبقى دي على طول خبر المبتدا، هنعربها على طول اهي يا ولاد قدامكم. خبر المبتدا مرفوع وعلامه رفعه، مش ده من الاسماء الخمسه؟ طبق عليها ثلاث شروط: مفردة ومضافة لكلمة أدب، يعني أدب دي مضاف إليه، أي كلمة بعد ذو مضاف إليه، ها؟ وبمعنى صاحب اللي هو أخوك أهي، المثال أهو، أخوك صاحب أدب. نفع ولا مش نفع؟ نفع، يبقى وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. بين قوسين مضاف ذو أدب، أي اسم بعد ذو مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جرية، ده مفرد يبقى الكسر، أو بحرفها أو بحافظها ذو أدب. نكرة ونكرة، يا نعت يا مضاف إليه، حط عليهم ألف ولام، ذو الأدب مش نفع مضاف إليه. المثال التالي: زكريا نقط عالم. هو عايز اسم الأسماء الخمسة، ينفع أقول زكريا، هتكلم بقى هنا عن مين؟ يا اما ابوه يا اخويا حموه، صح ولا غلط؟ واجيب فيها ضمير عائد على زكريا، عشان هنا مكان المكان هنا المبتدا الثاني يا ولاد. زكريا ماله؟ مثلا اقول ابوه عالم، صح ولا غلط؟ او حموه عالم، عايزين نغير بقى اهو حموه. طب ليه قلناها حموه بالواو؟ لانها مبتدا ثاني مرفوع، صح؟ بعد المبتدا نقرا الكلمتين عشان نجيب الخبر. زكريا حموه، ما فهمناش حاجه ومش هنجيبها من المشترك، عشان دي على راسها ريشه فيها ضمير عايد على المبتدا. نرجع نقرا الجمله تاني وناخد كلمه زياده: زكريا حموه عالم. زكريا ماله؟ حموه عالم. فهمنا بكلمتين، الاولى اسم فيها ضمير عايد على المبتدا، يبقى الخبر كله جمله اسميه. اول كلمه في الخبر الجمله الاسميه اللي هي حموه تتعرف المبتدا ايه؟ مبتدا ثاني مرفوع وعلامه رفعه، دي من الاسماء الخمسه، مفرده ومضافه للهاء
يبقى وعليها مترفعيه الواو لانه من الاسماء الخمسه. بص يا اولاد الواو مكتوبه اهي، هي حم مفرد ومضافه للهاء، الواو على طول مضاف، الواو دي علامه الاعراب لانه من الاسماء الخمسه، بين قوسين مضاف، الهاء اي ضمير في الاسم مضاف اليه، ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. المثال الرابع، الولد حموه نقط. هنا برضو هجيب خبر المبتدا الثاني، فانا ممكن اجيب طبعا يعني ما ينفعش مثلا ممكن ايه الولد حموه ابوه او اخوه، صح؟ لازم اجيب يا اما افوه يا اما زو، فاحنا هنختار كلمه زو. نغير مثلا، هنا هجيبها بالواو والنون ليه؟ هجيبها بالواو ليه؟ لانها مبتدا خبر المبتدا الثاني، يبقى زو خلق، يبقى حبوه ماله زو خلق. كلمتين الاولى اسم فرض ضمير الخبر مفرد، بس ده خبر المبتدا الثاني، يبقى زو يا ولاد تعريفيه خبر المبتدا الثاني مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه مفرده ومضافه لكلمه خلق وبعد صاحب اللي هو الولد حموه صاحب خلق. اهي المثال اهو عشان يسهل عليكم، اهو الولد حموه صاحب خلق نفع، يبقى وعلامه رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه، بقوسين مضاف، اما خلق اي اسم بعد ذو مضاف اليه ضم مضاف اليه مجرور علامه جريه ده مفرد يبقى الكسر. المثال الخامس، اصبح بقى يا اولاد اللي هي من اخوات كان بترفع وتنصب، فانا هجيب كلمه هنا مكان اسم ايه؟ اسم اصبح، اسم اصبح لازم بالواو، هات اي كلمه مناسبه، مين ده اللي صاحب علم؟ بالتاكيد ابوك اخوك حموك، صح كده؟ هنغير احنا بقى هنا ونكتب مثلا اخوك اهو، يبقى اصبح اخوك. ليه اخترناها بالواو يا اولاد؟ لانها ببساطه مرفوعه، يبقى بعد اصبح نسال بمن نجيب اسمها، من الذي اصبح اخوه؟ يبقى اخوك تعرف ايه؟ اسم اصبح مرفوع وعلامه رفعه، ها اسم اصبح مرفوع وعلامه رفعه ها مفرده ومضافه للكاف، يبقى علامه رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه، بين قوسين مضاف، الكاف اي ضمير في الاسم مضاف اليه، ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. رقم 6 يا اولاد، لو جاب لي ان بتنصب وترفع، يبقى لازم اجيب كلمه منصوبه بالالف هنا، صح كده؟ ان نقط مهندس، ممكن تقول اخاك حماك اباك اي حاجه، فاحنا هنختار كلمه حماه مثلا، ان حماه. طب ليه اخترناها بالالف يا اولاد؟ لان اسم ان منصوب، بعد ان نقرا ونعرف، ان حماه حما اسم ان منصوب وعلامه نصبه ها مفرده ومضافه للهاء، العلامه اهي قدامكم، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، بين قوسين مضاف، الهاء أي ضمير في الاسم مضاف إليه، ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. المثال السابع، واحنا بص يا أولاد جبنا الأسماء الخمسة عبارة إزاي؟ مفرد. ها جبناها مبتدأ، وجبناها خبر المبتدأ، ومبتدأ الثاني، وخبر المبتدأ الثاني، ها واسم كاسم أصبح، واسم إن، صح؟ هناخد دلوقتي خبر ظل وخبر إن. ظل أخوك نقط، لازم أجيب كلمة بالألف، لازم أجيب كلمة بالألف. ظل اخوك مثلا زي فهم اهو، اهو مثلا زي فهم يعني صاحب فهم، صح كده؟ اهو بعد اسم ظل نقرا الجمله، ظل اخوك زي فهم، ليه قالوا لنا كلمتين؟ لان زي لازم يجي وراء اسم، فهمنا ماذا ظل اخوك زي فهم، كلمتين الاولى اسم فرض ضمير الخبر برضو مفرد، يبقى زي خبر ظل منصوب وعلامه نصبه ها مفرده ومضافه لكلمه فهم، ومعنى صاحب، ظل اخوك صاحب فهم نفع، يبقى وعلامه نصبين الف لانه من الاسماء الخمسه، بين قوسين مضاف، فهم اي اسم بعد زا مضاف اليه، زا هي زو هي زي، بس زو مرفوعه، زا منصوبه، زي مجروره، مضاف اليه مجرور وعلامه جره ده مفرد يبقى الكسر. هنكمل بيت الامثله وركزوا معايا. هنكمل يا اولاد مع بعض في المثال مثلا الثامن، ان اباك، هو عايز هنا خبر ان، خبر ان بيبقى مرفوع، يبقى هجيب كلمه مرفوعه بالواو، ان اباك ايه المناسبه مثلا بوصفه ان هو صاحب علم بتاع، يبقى اقول ذو علم، ليه جبتها بالواو؟ لان اس خبر ان بيبقى مرفوع، ان اباك ماله ذو علم، فهمنا بكلمتين الاولى اسم ما فيهاش ضمير خبر مفرد، يبقى ذو خبر ان مرفوع وعلامه رفعه ها مفرده ومضافه لكلمه علم وبمعنى صاحب، ان اباك صاحب علم. طب لو ما نفعتش بمعنى صاحب خلاص ما تنفعش خبر خالص، او ما تنفعش بالواو يعني، لانه من الاسماء مرفوع علامه رفع الواو لانه من الاسماء الخمسه بين قوسين مضاف، ذو علم نكره ونكره يعني نعت مضاف اليه، ذو العلم مش نافعه، واي اسم بعد ذو مضاف اليه، مضاف اليه مجرور علامه جريده مفرد يبقى الكسر. رقم 9، نطق نقط بالحق، ممكن نطق ابوك، نطق اخوك، حموك، المهم هجيبها بالواو ليه؟ لانها هنا يا اولاد فاعل، انا مثلا اقول ممكن اقول نطق فوك بالحق، صح كده؟ اللي هو يعني فمك بيقول كلمه الحق، نطق، ما الذي نطق فوك؟ يبقى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه، ليه؟ لانه مفرد ومضاف للكاف وخالي من الميم، مفيش كلمه فوق فم يعني، يبقى علامه رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه،
بين قوسين مضاف. الكاف اي ضمير في الاسم مضاف اليه، ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. رايت النقط نفس الكلام، هنا هجيب راى فعل ماضي مبني. مين اللي راى؟ انا. التالي تاء فاعل، فانا هجيب مفعول به، لازم اجيبه منصوب، وهو منصوب بايه بقى؟ بالالف. رايت اباك، حماك، اخاك، كله هيبقى صح. فاحنا مثلا نقول رايت ابا الهول، صح كده بالالف، ليه؟ لانها مفعول به. يبقى ماذا رايت؟ ابا الهول مفعول به منصوب وعليه متنصب. ها ابو دي من الاسماء الخمس مفرده ومضافه لكلمه الهول، يعني الهول دي مضافه ليه؟ العلاوه في النص وعليه متنصب الالف، انه من الاسماء الخمسه بين قوسين مضاف. ابا الهول نكره وراء معرفه مضاف اليه مجرور وعلامه جر ده مفرد، يبقى الكسره. المثال 11، لو جت يا اولاد مثلا مجروره سلمت على نقط، فانا مثلا ممكن اختار اي كلمه بس بليه، مثلا اقول سلمت على ابي بكر، صح كده اهي. يبقى دي اسم مجرور بحرف الجر على، اسم مجرور بحرف الجر على وعلامه جره، ها اب دي مفرده ومضافه لكلمه بكر، يبقى العلامه في النص قدامكم. لازم العلامه بتاعت الاسماء الخمسه تكون مكتوبه، يا واو يا الف يا ايه، وعلامه جره ليه؟ لانه من الاسماء الخمسه بين قوسين مضاف، بكر مضاف اليه مجرور وعلامه جره ده مفرد، يبقى الكسره. اخر مثال معانا عشان يبقى كده خدنا الاسماء الخمسه، بتعرف بكل الاعراب، مبتدا وخبر المبتدا ومبتدا ثاني وخبر المبتدا الثاني، وهنا اسم اصبح والاسم كان اخواتها، يعني اسم ان واخواتها، وخبر ظل كان واخواتها، وخبر ان واخواتها، وتعربت فاعل ومفعول به واسم مجرور، ودلوقتي تعرف مضاف اليه. اما ما تنفعش طبعا تيجي ظرف، ما تنفعش تيجي مفعول لاجله، ما تنفعش مفعول مطلق. استمع الى نصيحه نقط، الكلمه اللي جايه دي لازم تبقى بالايه، ليه؟ لانها مجروره. استمع الى نصيحه ابيك، او انا بقول لك يعني استمع الى نصيحه اخيك، حميك، صح كده؟ فانا اختار كلمه ابيك. ليه اخترناها بالياء يا اولاد؟ لانها مضاف اليه مجرور بالياء، يبقى هنا مضاف اليه مجرور وعلامه جره، هي مفرده ومضافه للكاف، العلامه في النص وعلامه جره الياء، لانه من الاسماء الخمسه بين قوسين مضاف. الكاف اي ضمير في الاسم مضاف، ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. كده يا اولاد يبقى احنا خدنا الاسماء الخمسه بتيجي جميع الاعرابات. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ ممكن يجي عليها سؤالين بشكل مختلف، تعالى اما نشوفه مع بعض، ركزوا معايا. من ضمن يا اولاد الاسئله اللي ممكن تيجي، يقول لي مثلا ايه؟ ادخل كلمه فم في جملتين، مره معربه بالحركات ومره بالحروف. لازم نفهم السؤال معناه ايه. انا هجيب كلمه فم مرتين، كويس كده؟ هو عايزها مره بالحركات ومره بالحروف. طب يعني ايه حركات؟ الحركات دي اللي انت خدتها معايا، ضمه، فتحه، كسره. اما الحروف دي اللي احنا خدناها في الاسماء الخمسه، مش الاسماء الخمسه بترفع بالواو؟ الواو دي حركه ولا حرف؟ حرف. الالف حرف، الياء حرف. يبقى الاسماء الخمسه لها اعراب اسمه اعراب بالحروف، صح كده؟ امال يعني ايه بالحركات دي؟ بالحركات يعني بوظها. انا عندي كلمه فم ما تنفعش اصل الاسماء الخمسه، ليه؟ لانها فيها ميم، يبقى اكتبها زي ما هي. هتقولها ازاي مثلا؟ فمك واسع، ادي جمله ايه؟ لما اجي اعرف دي عربه ايه؟ مبتدا مرفوع علامه رفعه ده مفرد، يبقى الضمه بالحركات عادي. طب ليه ما قلناش اسماء خمسه؟ ما هي بص يا اولاد مفرده ومضافه للكاف، صح، بس للاسف فيها ميم، وطالما فيها ميم يبقى فقدت شرط من الشروط، يبقى مش هتنفع اسماء خمسه. طب الحروف دي يعني ايه؟ خليها اسماء خمسه. طب يعني اعمل فيها ايه؟ شيل الميم، يبقى هقول فوكا واسع، ساعتها بقى تعرف مبتدا مرفوع علامه رفعه الواو، لانه من الاسماء الخمسه. يبقى ايه الفرق بين الاثنين؟ فمك باظت لان فيها ميم خلاص. يبقى لما تحب تعرف او تجيب جمله فيها اسم الاسماء الخمسه بس يعرف بالحركات، يعني هتبوظه، ما ينفعش اسماء خمسه. مثلا كلمه الاب حط فيها الف ولام، حط فيها تنوين، صح كده؟ ضيفها لياء المتكلم. مثلا انا قلت لك حط كلمه اب في جملتين مره بالحركات، قول ابي مهندس، خلاص كده انت حطيت فيها متكلم بوظتها. تقول مثلا ايه؟ ان الاخ، ان الاب، حط فيها الف ولام، بوظتها. يبقى لو الاسماء الخمسه فقدت شرط من شروطها، هتعرف بالحركات عادي جدا، اللي هو فتحه وضمه وكسر. طب ممكن سؤال تاني يجي لي يقول ايه؟ ادخل ان واخواتها او كان واخواتها على الجمل التاليه. طب انا لما ادخل ان وكان اعمل ايه؟ تعالى اما نشوف مع بعض الجمله. ابوك ذو ادب، طبعا هو جابها ابوك بالواو لانها مبتدا، وذو بالواو لانها خبر المبتدا. انا لما بدخل ان يا اولاد، ان بتنصب وترفع، يبقى ربنا ادى العقل، لما ادخل ان لازم تغير المبتدا، هتخليه بالالف، يبقى ان اباك وذو ادب زي ما هي. يبقى لما دخلنا ان غيرنا مين؟ المبتدا، خليناه بالالف. طب لو هاجي عند كان، هنغير الخبر، يبقى كان ابوك زي ما هي واحط ذا ادب.
وبكده يا اولادي بخلصنا معظم الاسئله اللي ممكن تجينا على الاسماء الايه الخمسه، وهي محتاجه بس كل الحكايه اللي احنا نضرب عليها، انما هي سهله. دخلنا لقينا كلمه ابوك بالواو بتقول لك انا مرفوعه، لقينا كلمه اخاك بالالف بتقول لك انا منصوبه بالالف، لقينا كلمه ابيك بتقول لك انا مجروره بالياء. ليه يا اولاد؟ لو حد كان بقى فيهم كل الدرس، ليست هذه من اسماء الخمسه، الكلمات دي مش من اسماء الخمسه. ليه؟ بصوا بالراحه كده، التدريب ده تدريب قوي جدا عشان تقدر تميز الاسماء الخمسه مش من الاسماء الخمسه. كل اللي مكتوب قدامكم دوت هيتعرب بالحركات عادي، ما عدا بس المثنى طبعا بتعرب بالالف ويتنصب بالجر بالياء. بص يا اولاد، الاب ليه ما تنفعش؟ لانها معرفه بال، والاخ والحم، صح كده؟ طب ليه كلمه اب واخ وحم ما ينفعوش؟ لانها غير مضافه. ما انا عايزها ابوك حميك، لازم يكون فيها ضمير او فيها اسم ايه وراها، ايه مضاف ليه؟ أبا أخا حما لأنها منونة، آباء إخوان وإخوة حموان لأنها جمع ومثنى، أبي وأخي وحمي فيها ياء متكلم، كل ده ما ينفعوش. فمك فيها مين وفم فيها مين، وأفواه جمع وزو جمع، زاد دي يعني صاحبة، أنا عايز بمعنى صاحب اللي هي زو، صح كده؟ هتقولي طب ما أنا ما أعرفهاش، يعني زاد دي مؤنثة صاحبة يعني، طب أنا مش واخد بالي منها وما أعرفهاش، مش ده مفردة؟ إحنا قلنا ما تنفعش تضاف لضمير، لو اعتبرنا التاء ضمير يعني، هي زاد بمعنى صاحبة، زو ما تنفعش عشان جمع أو مثنى، زيو نفس الكلام، وزوك عشان فيها ضمير، كل دول ما ينفعوش من الأسماء الخمسة لأنها فقدت شرط من شروط الأسماء الخمسة، وبكده يبقى خلصناها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.